ما كاين مشكل. نهار 13 يوليوز 2002 كرجع معاك يوم الحادث العرس ديال جلالة الملك نصر الله محمد السادس 2002 13/7 داير العرس. كلفت بمهمة من المصلحة اللي تابع ليها باش تغطي التغطية الأمنية بمناسبة صاحب الجلالة. أنا عايب باش نلخص للناس، أنت يا غادي وقعت حادثة سير، أنت راك في طاكسي خرج راسك تضرب خرجي من تقريبا من الدجاج. تهرس الدجاج على راسي. مزيان حيت أنا نعطي الناس هذه القصة ومن بعد تكمل. تضرب راسك من الدجاج، أنا عندي الورقة هنايا اللجنة كتقول لك بأنك تضربتي مع الخمسة ونصف. أنا شفت هذه وهذه 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 خصنا نوقفوها عند الجمهور الكريم. مع الخمسة ونصف اللجنة اللي دارت لك اللجنة اللي دارت القرار كتقول بأنك تضربتي مع الخمسة ونصف. مع الخمسة ونص. شوف هذه يا سي فريد الله يكبر بك، لان هذه خمسة ونص غنسلط الضوء على واحد النقطه كيعيشوها المغاربه يعني مع كامل الاسف. هسوا خوتي على قنبله غادي نبداو بها. هذه لجنه اش كتقول لك في التقرير ديالها؟ بعد دراسه الملف شكل مضمون من طرف اعضاء لجنه الاعفاء تبين ما يلي تاريخ وقوع الحادث 13 يوليو 2002 على الساعه 5 ونص تضرب في راسه الطاكسي دخل في شي بلاصه مع الخمسة ونص ديال العشيه. اش كيقول لك هنايا؟ اتيستاسيون هادي لو كوموندون ريجيونال دو لا بروتيكسيون سيفيل دو لا ريجيونال غابا ساليزمور اتيست كي ريسور دي ريجيست دي زانترفونسيون دو لينيتي دو بروتيكسيون سيفيل دو غابا كو لو 13/17/2002 لو سونتر دو تريتمون دو ديز اليرت دو لينيتي دو بروتيكسيون سيفيل دو غابا ا ايتي اليرتي بار لو كوميساريا دو بوليسي ا 22 ومع العشرة ومع العشرة عاد تعلمت عاد مشيت انا في السيرة ديال يعني الخمسة ونص مضروب طايح والستة ونص والسبعة ونص والثمانية ونص والتسعة ونص وانت في الرباط في العاصمة. اي في العاصمة ست سوايع بقيت تما مليوح تما كاينة حتى الغاية ديال تسعة وربع تحلت الطريق ديك الساعة خرجت لهدي ديال صاحب الجلالة ديال الزفاف ديالو وشديت الطاكسي ومشيت نزلت حدا الماري دابا بوليسي مغربي بوليسي مغربي عفاك دابا هادشي راه ما كتمشي الهضره هادو راه الوثائق الرسميه. بوليسي مغربي مضروب في الرباط في العاصمه باش نقلوه يداوى ست السوايع وانت مليوح مليوح تما كاينه بقيت تما كاينه الى غايه ديال تسعود وثلاث خوات ديك الساعه الطريق داكشي ديال الاحتفالات سالات. ركبت انا في الطاكسي ومشيت حدا جامع السنه نزلت باش نشد الحافله ديال 35 اذا برجليك دوك ما كنتش كنتمشى بهم شديت في واحد البوتي في يديه داني للولايه ديال الامن تما كاين بقيت في واحد الكرسي طويل ناعس تما كاين جات داتني لومبيلونس من تما صيغه الاسعاف فين دوك؟ داوني للمستشفى بن سينا يلا تما كاين بقيت تما كيضربوا لي برا وداك الشيء خرجت ولا غدا اليوم الموالي نهار 14/3 كانوا احتفالات عاوتاني في المحج الملكي ديال سهل الجديده. بقيت مشيت انا مع الدراري مشيت معاهم تما كاين الا بدات الاحتفالات وداك الشيء هما يدوني في سياره الاسعاف داوني عاوتاني في سياره الاسعاف بلاتي السي فريد نوقف عند هذه. انت مضروب ديك الضربه البارح نهار 13 ضربت مزيان مضروب كنعرفوا واحد اخر كو كان ما عندوش ضمير مهني ولا وطني غدا يدير شهاده طبيه ويدخل انت لا غدا صبحتي في انا ما نكذبش انا فخور بالاحتفالات ديال صاحب الجلاله وباغي نحضر لذاك الشيء باغي نشوف داك الشيء فعلا مشيت يلا بدا داك الشيء ديال داك الشيء ديال الاوركسترا تما بداو داك الشيء الاحتفالات لقيت راسي في السبيطار داير لي السيروم خرجت من تما كاينه لا غدا كان اليوم الاثنين 15 كنحس بشي حوايج كي هنا كيتمشى لي بحال هكا في راسي مشيت للسبيطار وكطلع لي حاجه بحال التقيه مشيت للسبيطار وقلت لهم ودي الاختصاصات قلت لهم نظري كان وقعت لي حادثه البارح فعلا عطاوني ندوز السكانر ديك الساعه قال لي اودي ما تمشيش بقيت قال لي اودي راه لقينا عندك الدم وداك الشيء غنشوفوه غير الدواء كيفاش نحيدوا لك داك الدم اللي عندك في الراس ايموراجي بقيت متبع عندهم من 2002 الى غايه 2005 ها هي 2005 حالوني على طبيب نفساني الدكتور دراز قال لي اودي انا ماشي ما كاين مريض بهذه كان الانسان كيتقال لي والمشكل عندي هو الشمس ما كنخش للشمس رغم ما عطوني الشواهد الطبيه باش نخش للشمس وتيخرجوني وكنت نخدم في الاقامه ديال مول رشيد بلا سلاح بلا والو في بحيره السيد مولاي عبد الله كنمشي تما من الصباح حتى 6 العشيه كنمشي على رجلي تقريبا ما يناهي شي 9 كيلومتر كنمشي على رجلي وتنقول لهم دار الشمس ما عنديش وكان غير كرتون على راسي وكان تم غادي بقيت في ذاك الشيء هكاك عايش الى غايه
2008 2008 مشيت كنقلب على الحادثه ديالي. قلت لهم الاداره المسؤول كاين تما ديال شي ديال الصحه، قلت لي عندي حادثه، قال لك ما عنديش حادثه شغل. انا حيت قبل باش ناكد لك السي المداوي انا جلست عام ولا شي حاجه بداك يقطعوا لي قطاع، دخلوني في لونغ ديوري المده الطويله، من الارتيكل من الارتيكل 45 دخلوني الارتيكل 44 بقيت انا في لونغ ديوري ما عارف شنو هو الارتيكل 44 وما عارف شنو هو الارتيكل 45. بحثت على راسي لقيت بان 44 هو ديال الناس اللي مرض عاديا كيحاول المرض مزمن المرض مزمن داكشي، اما بالنسبه ل 45 عنده حيته شغل. مشيت انا لصندوق التقاعد كنقلب على راسي اذا به كنقول ودي انا عندي حيته شغل وما عطيتوني لا حيته شغل لا والو، هما يعطوني محضر قال لي ديال 2026، قال لي ودي راه انت عندك حيته شغل ها هو راه الدوسي ديالك حنا على الاداره العامه 2006 راه 26 2006 بين يديك، قال لي حنا على الاداره العامه انا ما يعطوني هذا المحضر ديال لجنه الاعفاء ما نكذبش عليك. مشيت درت رساله كتبت رساله في عهد المدير السابق كتبتها نهار 15/5/2008 بوشعيب ارميل لا لا سي دريس في عهد الشرقي دريس الشرقي دريس الله يذكره. صيفطت هذه الرساله هذه من بعد 15 يوم مشيت لعندهم قلت لهم انا الا ما جاوبتونيش راه غادي نحاول ندخل الجورنال بحال هكا هضرت معاهم، قلت لهم هادشي راه عندي حادثه صيفطت يوم الزفاف ديال صاحب الجلاله وما خديت لا حق ما درت لا ترقيه استثنائيه. من المفروض اي واحد كيتضرب في شي مناسبه كياخذ الترقيه الاستثنائيه ما خديتهاش. الكودية تضربت انا كاع في الراس، الكودية ضربت في يدي ما كاين مشكل. داز هاد الشيء هذا قالوا لي ودي دير طلب مقابلة السيد المدير العام، حيت مشيت عندهم تما لقسم النزاعات، عند واحد العامل الشرطة ممتاز، قلت له اش كاين اش كاين، درت الرسالة، مشى كيقلب جبد الرسالة، مي جبد الرسالة قال لي دير طلب مقابلة السيد المدير العام بتاريخ جديد. عينك عياني مريض شوية؟ لا لا غير ساعته لا. لا بحال الحمار ودا. حمار كان ماشي مشكل ماشي لا شوف غير عاود بهدوء ماشي مشكل. هي هذيك واخا اشرب الماء اشرب الماء اشرب اشرب شويه الماء. هي دخلت عندو قال لي دير طلب مقابلة السيد المدير، قلت له علاش غندير طلب مقابلة السيد المدير العام باش يخبيو ديك الرسالة اللي درت، حيت هما من المفروض ملي كدير رسالة خارج الإطار كيعطوك اما تسبوندا اما معروف هادشي هذا. الا درتي رساله ما احترمتيش القانون، انا بالعكس حيت ملي شافوا الدوسي ديالي وشافوا مناسبه بزاف صاحب الجلاله خافوا قالوا دير طلب مقابله ديال السيد المدير العام. درتو درتو ظرف خمس ايام عيطوا لي استمعوا لي في الاداره استمعوا لي قالوا طلب فين بغيت تمشي كيساوموني، قلت لهم انا بغيت نمشي مصالح اجتماعيه. مشيت خدمت فيها هي اللي تكريت في الاخر لافونداسيون، بقيت خدام فيها بقيت خدام تما كينا وحسبوا لي حادثه من 2009 ها هو المحضر بين يديك ها هي عطوني عطوني محضر ديال 2009 اييه اييه تحسبوا لي حادثه من 9 يوليوز 2009 فعاود ما يحسبوا لي من بلاتي خليني نشرح شويه اللي ربما يوقع دابا. دابا انت تضربتي في 2002 2002 نهار 3/7/2002 من 2002 حتى لهذا التاريخ اللي عاطيني لي جامعه اللجنه باش تثبت فيك ما دايرينش في حادثه الشغل. لا عندي حيت الشغل راه لا كنقول لك هما ما كانوش ديال حيت الاداره رجع الدوسي في بريطانيا في 2006 رجع الاداره العامه بقى في الرفوف ها هو في من 2006 حتى 2008 باش كتبت رساله السيد المدير العام على حسبوا لي من 2009 سيرتو الاداره هما في الرفوف كيتحملوا المسؤوليه في الاداره داك السيفي سونتي كيتحمل المسؤوليه اللي كان سابقا خلى داك الشيء في الرفوف الى غايه كتبت رساله حسبوها لي من 2009 بين انا هذيك 2009 في 2020 عطاوني الم بالراس ضربت نفسيه 25%. بلاتي خليني الجمهور الكريم نقرا عليه هذه الفقره لانها حاسمه باش الناس تعرفوا انك راك ضحيه حادث شغل. هذه لجنه اللجنه منين كتكون بعدا باش يعرفوا الناس هذه اللجنه كتكون ديال الاعفاء من رئيس ممثل وزاره الماليه سميتو عزيز هناوي ممثل الصندوق المغربي للتقاعد محمد حمزاوي ممثل الوظيفه العموميه ما عرفتش اذا سميتو مكتوب واش مزيان الطبيب ممثل المجلس الصحي هذا دكتور عبد الصمد بن الشيخ تمثل الاداره عبد الحليم بن طالب ممثل الموظفين بوجمعه رشيدي ممثل الموظفين هادو لجنه ديال الاعفاء شنو قالوا؟ سمعوا هذه خطيره قال لك بعد دراسه الملف شكلا ومضمونا تاريخ وقوع الحادث 13 يوليو 2002 معايش وقعت الحادثه السير وقعت له مع الخمسه ونص
ظروف ملابسات الحادث او الاصابه بالمرض بمناسبه الاحتفالات المقامه بمناسبه حفل زفاف صاحب الجلاله الملك محمد السادس، تم تعيين السيد هذا فريد حاجي رفقه عناصر الامن لتامين التغطيه الامنيه بالمحج الملكي سلا الجديده، حيث ولدى توجه الى مكان عمله على متن سياره اجره من الرباط، حيث مقرب تعرض لحادث سير اثر اصطدام سياره الاجره بسياره اخرى مما ادى الى اصابته بجروح، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج بتاريخ 26/12/2008 قررت اللجنه تاجيل الملف للادلاء التقرير. واخا نقطه اخرى هذه مهمه كنت شفتها قبيله حتى هي نقولها للجمهور، كيقولوا هما اقرار بانك عندك اضطرابات بسبب هذا المرض. ايوه ديال المحضر ديال 2020 مهم هاد النقطه هذه باش حتى المشاهدين الكرام يعرفوا هذا المحضر هذه عطاوني في باش نوصل لك السي المداوي في 2020 عطاوني عامين ابتداء من 2009 عطاوني سنتي كنت خلصت ما قدروا 5700 ريال. من بعد مساله هذيك في 2011 ضد تفاقم الضرر عطاوني في 20 دجنبر عطاوني ديفينيتيف وخلاو لي 25% كانت قضى 4100 ريال شقفه على ود الاصابه، على ود الاصابه 4100 ريال 4100 ريال كنشد 200 درهم و 5 درهم كناخذها كتاخذ 100 ريال لا كتبقى في البنك. دابا انا في هذه القيته دابا اللي كان اللي دابا ميجراو عليا من الخدمه اش كندير؟ كنمشي للبنك كتعطيني 4000 ريال مده شهرين ومده ديال 3 شهور ما كتعطينيش، علاش؟ حيت ياخذوا 2400 كتبقى 80 درهم عندهم تما ما كنخرجهاش. علاش كياخذوا 2400؟ ما عرفتش انا هذا البنك درت البنك هذه كل 3 شهور هذا كنتقاد كل شهر. عاودي هذه عاودها في البنك كتبقى 80 درهم كيفاش؟ كناخذ 200 درهم شهرين تابعه والشهر الثالث كينقصوا داك الشيء ديال 35 عام وانت خدام بوليسي. 35 عام ضربت الخدمه الفعليه 35 عام 35 عام وكتبقى لك 80 درهم دابا في البنك؟ لا كتبقى لي دابا 20 فاكي كناخذ 4100 ريال. وهذا 35 عام انت بوليسي اه تضربتي اه وديك الضربه عطاتك مرض اه عطاتني مرض على اطراد اه هي باش تحوت راه بالمحضر ديال هذا الشيء وكل شيء وراه كنتخلص عليها. ها هي انا ما كنكذبش، ها هي 2020 كنتخلص ها هي 25% 25% وفي 2015 في سميتو 2015 مشيت لعندهم الاداره قلت لهم ودي انا الاضطرابات اللي كنعاني منها وقطعوا لي مليون ونص راه خصكم تردوها لي. في 2015 مشيت للاداره عندها داري مكلف الصحه راه كنحيدوا السي الحموشي وكنشكروا من هذا المنبر هذا لانه حيدوا ما يستحقش في ديك البلاصه. مشيت لعنده قلت له ودي راه اش كاين واش كاين هاد الشيء اضطرابات نفسيه خصكم تردوا لي مليون ونص اللي قطعتوا لي حيت ما كنتوش حسبتوا حادثه من 2002 حتى 2009 انتم كتحملوا المسؤوليه ماشي انا. اش قال لي؟ قال لي صافي كتبوا للاداره كتبوا للمجلس الصحي. هذاك في المجلس الصحي قال لي هادشي ما داخلش في حادثه الشغل. راسلتو عن طريق عباد المضمون ها هو جاوبني جاوبني تسعود وزارة الصحة جاوبتك؟ جاوبتني وزارة الصحة هي في 2016 جاوبني جاوبني بتواريخ مغلوطة. خلينا نقرا على الجمهور يسمعوا شنو جاوبتكم. قالت لك الوزارة الصحة قالت لك عندك جوج ملفات، الملف الأول يتعلق بحادثة مصلحة تعرضتم لها في 2002 وشفيتم منها سنة 2003 مع استفادتكم من عجز جزئي دائم بنسبة 35% لمدة سنتين من 1 غشت من فاتح غشت 2011 واخا نقولوا هي الى فاتح غشت 2013 ثم بنسبه عجز 25% ابتداء من 2011 بعد هذه مصيبه. اذا عندك جوج واحد في 35 واحد 25 وكلهم في 2011 كي غندير لها باش ناكد لك بلاتي 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 دابا بلاتي واش هذه مأكد جايك من وزاره الصحه المملكه المغربيه هالكاشي ديال وزاره الصحه هذه المغاربه هذه المغاربه هذه كارثه وإهانة لوزارة الصحة وإهانة للعمل الإداري وإهانة زعما الحشومة. تصور نعاودها لكم، قالوا له أنت عندك جوج ملفات، قالوا له الملف الأول يتعلق بحادثة مصلحة تعرضتم لها في 2002 هذه الحادثة اللي دابا وشفيتم منها في 2003، قالوا له مع استفادتك أنت من عجز جزئي دائم بنسبة 35% ولكن شوفوا معايا التاريخ اللي مهم، قالوا له عندك مدة العجز ديال 35% ابتداء لمدة سنتين من فاتح غشت الى من فاتح غشت 2011 ثم بنسبة 25% ابتداء من 2011 وواحد الملاحظة مهمة هذيك الورقة واحد لا لا بلاتي 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 انت واحد الملاحظة هاد اللجنة اللي جامعة الإعفاء نهار اجتمعت لك حرة في 9 يونيو 2009
اه اذا هي كتقرب العجز ديالك في 2009 اه وكانت وزاره الصحه كتقول حتى 2011 والغريب في الامر انا ما تقولش الغريب في الامر السي فريد حيت المغاربه اللي قلتي غريب الزيد غياب بالعكس اكبر قلبه عندك هي هذه اخطر اخطر نقطه عندك في الميل هي هذه اخطر اخطر كتعرف شنو الخطر انت دابا لا الزيد غياب خاصنا نوقفوا باش الجمهور يفهم خطورته راه عندك وثيقه رسميه ديال لجنه الاعفاء اسمع مزيان هذه المعلومه لا قريت الحريره في 9 يوليوز 2009 قريت عطوني سنه 2009 كيقولوا هذا السيد هذا عنده حادثه الشغل وراه كان في خدمته وشنو كيقول قرار بناء على ما سبق وبعد المداوله شنو قررت اللجنه لجنه الاعفاء اعتبار الحادث اللي تعرض له السيد فريد ب 13 منها الى عمل اداري مع تحويله معاشا للزمانيه للزمانه بنسبه 35.30% يعني اللجنه في 2009 قالت لك هذا الشيء هاد وزاره الصحه من جاوبك وبغاو شو قالوا؟ قال لك حتى 2011 وبنسبه 25% في 2000 دابا وزيد عاوتاني القنبله الثانيه في نفس السنه عطاوك جوج مدير واحده فيها 35 واضاف المجلس الصحي في جاوبه ان العهد المسجله في حدث الشغل هذه يمكن ايه وشو درتي معهم جاوبتيهم؟ انا مي صيفطت لي هذه الرساله وجاوبني عرفتوا بانه حيت انا مشيت لعندو هذه هذا الشيء في 2016 درت رساله للوزاره ديال تحليل القطاع دخلت لعند المفتشه اون بيرسون استقبلتني وكنشكرهم على هذا المنبر هذا الناس استقبلتني وداك الشيء وربطت الاتصال بالمفتشيه ديال الصحه المفتشيه ديال الصحه اتصلت بالمفتشه قالت لي هضر مع واحد الطبيب تما هو اللي كان كينوب على الكاتب العام المفتش ديال ديرهم بطات مي هضره كيهضر معاها وهي انا قالت حداها قالت لي ودي هادشي اللي عنده هاد الوثائق راه عنده هادشي داخل في حياته الشغل خصكم ديروا معاه حل هاد السيد قال لي حنا راه كنديرو قال لها واش هو حداك قال لي اش كديري انت قالت لي انا راه مفتشه مي قالت لي مفتشه شتو فرانا رجع هو بدا كيقول لها ايوا دابا عرفتي واش هو حداك قالت لي واخا طلعت البيرو ديالها الفوق بسنتر وانا جالس لتحت كنتسناها كتهضر معاه قالت لي داك الشيء نيسيسير عنده كل شيء الوثائق عندهم ديروا معاه حل عطيو السيد حقه اذا بافاجئ صيفطتني هي هذه المفتشه هضرات مع واحد الديليغي ديال بوزنيقه هضرات مع كيعرف ذاك الدكتور ديال رئيس المجلس الصحي عيطت لي في التليفون قالت لي شوف قالت لي راه غيجي عندك حجي واش وقع داك الشيء قال لي صافي يمشي عنده راه هضرت معاه مشيت لعندو استقبلني في البيرو ديالو انا قلت ربما غيقول لي هادشي داك قال لي هادشي ما داخلش وهادي قال لي ما داخلهاش وهادي بقى لي بهضره وداك الشيء قلت لي ما كاين مشكل خرجت بحالاتي 2020 نوفمبر 2019 صيفط لي رساله كان حتى كنقول لسيدي الوزير السيد الوزير قلت لي بناء الشكايه اللي تقدمت بتاريخ فلان فلان وزير الصحه وزير الصحه هي جاوبتي على هذا جاوبتو على هذه الشكايه جاوبتو على هذه ها واش تنقول ليه سيدي ان تقريركم الجوابي عن الشكايه التي تقدمت بها بتاريخ 25 يوليوز 2015 والمرقمه تحت عدد A/22860 والذي تضمن بعض التناقضات فيما يخص التواريخ التي تخص قضيتي والتي افادكم بها الدكتور المشتكى به حيث ادعى انني استفدت من عجز ادائي بنسبه 35% لمده سنتين ابتداء من فاتح غشت 2011 ثم من نسبه 25% ابتداء من 2011 بحيث ان هذه المعطيات لا توافق مع تواريخ المحاضر المنجزة من طرف لجنة الإعفاء نظرا لأنني استفدت من عجز جزئي دائم بنسبة 35% لمدة سنتين ابتداء من 9 يوليوز 2009 ثم بنسبة 25% بصفة دائمة ابتداء من 20 رجب 2012 هذا يظهر جليا أن الدكتور المذكور لم يطلع ولم يتفحص ملفي الطبي مع العلم أنني زودت وزارتكم في شكاية سابقة بنسخة لجميع المحاضر المنجزة من طرف لجنة الإعفاء حيث كان جوابه عشوائي ضاربا عرض الحائط ومستهترا بحقي الإداري والذي أثر سلبا على مساري المهني متناسيا قرار لجنة الإعفاء لمحضر 9 يوليوز 2009 الذي أكد فيه الدكتور عبد الصمد بن الشيخ الذي كان ينوب عليكم في تلك الفترة مؤكدا العاهة المتمثلة ألم الرأس دوخان صعوبة في النوم عدم استقرار كما أكدت لجنة الإعفاء ضمن محضر واش غنقول لك الأستاذ كريم هي زيد هي هذيك وجاوبني واحد الجواب ما نكذبش عليك هذا الجواب مقيل بالحياء جواب مقيل بالحياء وزارة الصحة وزارة الصحة حشومة حشومة يصيفطوا من وزارة الصحة وش الرجال شوف الرجال لا تبكي خليك كما خليك صامت شوف 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 انا شوف عند ربكم تختصم شوف نقول لك واحد الكلمة السيد مدام مش كنبكي عليهم
ولا ما كنستعطفهمش. ماشي مشكل، كمل كمل. انا تصرفت يوم بزاف صاحب الجلاله وهاد الطبيب هذا عنده كلشي ديال التامن بني الحمق. اشنو داير لك؟ اشنو كي التامن بني الحمق كيقول لك هذا، وقد توصلنا من مديريه الشؤون البشريه المواد البشريه بجواب في الموضوع تخبرنا بموجبه بان المجلس الصحي يتشبث. شوف شوف شو الوقاحه في وصلت بهذا المجلس الصحي، ياك يتشبث بين الاعراض التي تعاني منها ناتجه عن مرض عقلي، المريض هو هو اللي مريض، هو مريض نتاعو. هذا راه متحزب. لا ماشي مريض انت. لا 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 انا متحزب. لا ما تقولوا خلي هو يغلط، انت ما تغلطش. شوف ماشي مشكل، انت يا حافظ على رابطات، انا نشهد فيك كيفاش تواصلتي معايا لمده ما عرف شحال هذه وجلست معايا. هذا السيد هذا راه متحزب قال لك، ودار لي انا التامن بني الحمق، بالله عليك انا حمق. وراه حمقوا بزاف الناس بحال هكا بهذا النوع من المراسلات، كنعرف بزاف الناس عارضوا ولا قالوا راي ولاو حماق ولاو هب، هذا اسلوب التامن بني الحمق. ذاك التاريخ اللي عطيتك 2019 2000 ودخلت فينا ثلاثة دو جانبي جلست كونجي مرضي، جلست كونجي مرضي هادي راه في اللي هو الثاني حمق 2019 كنت كنكلف مكلف بالمراقبة الطبية 2019 في نقولك شهر 3 ولا شهر 4 كنت مكلف هادي كندير المراقبة الطبية، كندخل حي موري اسماعيل القرية ما كنخلي فين نمشي، الناس اللي مرض كندور عليهم كنمشي حتى السبيطار ديال حي شماعو كندير تما كاين المراقبه الطبيه، كندي الناس اللي عندهم كونتر فيزيت. واحد النهار انا جيت لذاك الروجيستر كنلقى واحد كيسيني وما ما تنشوفوش ما كنمشيش عنده للدار، جيت لعند المسؤول اللي كان المصلحه الاداريه ديك الساعه غير مؤقت هو حيت نسيبو رئيس المصلحه الاداريه في حي السلام، قلت له دير هذا السيد اللي كتعطيه السيني ما كنعرفوش انا فين كيسكن، والمراقبة الطبية اللي كنديرو في الديور الناس اللي مرض كيخصني انا نديرها لي في دارو. كيف يعقل انا كنمشي عند الناس كاملين يوميا وهاد السيد كيجي عندك هذا كتعطيه مرة في السيمانة سنين في الروجيستر وغدا بعدا غادي يتحمل المسؤولية، حتى انا اللي كتعطيه سنين انا اللي كندي الكتاب اللي مكلبي. قلت لي وانا راه مراقب عام كنمشي عنده كندير ليه كونترول، كنمشي عنده يوميا كندير المراقبة الطبية، واحد النهار ما عنده ستيلو هو يعطيني ستيلو باش ناكد لك هذا راه مراقب عام عطاه لي وكنشكرو من هذا المنبر هذا سالة جديدة. لا داعي لذكر اسمي مراقب عام. ملي قلت له ديال السيد المراقب العام سمح لي كنجي عندك وهذه الكون، قال لي التعليمات السيد المدير العام كتطبقها. قال لي بالعكس، قال لي راك فخور هز راسك الفوق، قال لي مادام كتجي عندي ونسيني هي راك كتطبق تعليمات السيد المدير العام. ملي رجعت للخدمه قلت لذاك خيني قلت له علاش ذاك تعطيه سيني؟ قال لي هذاك راه كرادي. قلت له كيفاش كرادي؟ قال لي عميد ممتاز. قلت له انا مراقب عام كنمشي عنده. قال لي 3 سنين باقي لك ما تبقاش تجي غير سير جلسه. ها؟ قال لي 3 سنين باقي لك ما تبقاش تجي. هو؟ اي هذا رئيس المصلحة الإدارية كان ديك الساعة، قلت لي هذا الشيء كتقول؟ قال لي شي تنقول لك، قلت لي ما كاين مشكل. رغم أنني قبل ما نتناقش أنا وياك كنمشي عند واحد السيد بوليسي، ما كيجيش يوميا كي ما كنلقاش في الدار، تنقول لي راه ما كنلقاش. قال لي يا سيدي تيجي للكوميساري كيعطي لواحد الضابطة تما كيقول لها إلا جا فلان عطيه سيني حيت با كان خدام معنا. قلت له ودي ما تعطيهش. حيت غدا ولا بعدو غادي يوقفوه غادي يتقاد سيني ما يبقاش يسلت غادي يدير عقلو. قلت له ما ديرش هكا كيعطيه سيني دائما راه هو تم تشطيب عليه كنشطب عليه كنعطى تولي ولا شي واحد شطب على ذاك البوليسي هي هذيك استمعوا لينا. كتبت به تقرير جلست شهرين وقع لي انهيار عصبي جلست شهرين دخلت درت به تقرير عطيته رئيس المنطقه ديال سلا ديال سلا الجديده. رئيس المنطقه ديال سلا الجديده ما صيفطوش بقى في الحال. قلت ليه في الباب داخل باب المنطقه قلت ليه علاش ما صيفطتيش لي التقرير غنصيفطو من طريق بيت المضمون. اش قال لي؟ قال لي هاد الهضره قال لي ما تقولهاش لي انا قولي في البيرو. قلت ليه انا قلت لك البيرو كاين فعلا صيفط داك التقرير. انا جلست 4 شهور قلا اخرى جلست اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر دخلت 3 ديسمبر 3 دو جانفي دخلت عند دام عالي. هي هذيك كنت في ديك الفتره كتبت رساله باش جاوبني بان انا حمق هذاك ديال وزاره الصحه. بقيت خدام انت ملي وريتيهم التناقضات ديالو خسر عليك حماق. ثلاثة دو جانبير جلست في ثلاثة دو جانبير دخلت نخدم بقيت خدام عادية. نهار 27 في يناير جاو عيطوا لي قالوا لي شوف غادي تسين هذا المحضر هذا غادي تستنف العمل ديالك بطريقة اعتيادية غادي تستنف العمل ديالك بطريقة اعتيادية وفي حالة لا مرتي بقى تجيبنا 3 شهور 6 شهور. هذه إرسالية جات نهار 27 شهر 1 2020. قلت لي انا استلمت العمل ديالي في 3 ديسمبر 3 دو جانفي هذه شهر استلمت العمل ماشي عاد اليوم.
قلت لي دير لي بين السبت العام ديالي وكتب لك هذا، هذا الضابط المكلف بالديسيبلين. ما بغيتش نسيني، رفضت نسيني، بقيت خدام، بقيت خدام عادي. خدمت جانفي فيفري، خديت في شهر جوج، خديت يمكن خديت 48 ساعة هي عندي، خديت كونجي 15 يوم، بقيت خدام إلى غاية 8/4. 8/4 أنا جالس في الخدمة هكا، عيطوا لي قال لي جات واحد الإرسالية مسيني فيها مدير الموارد البشرية كيقول لي السيرفيس سونتي ديكلارون إناد، حيت الشهادة اللي صيفط لي ديال بناني حمق صيفطها حتى الإدارة، قال لي ديكلارون إناد. قلت لي أنا إناد واش على حسب 3 دو جانبي 2019 ولا دابا؟ قلت لي أنا من دو جانبي وأنا خدام هادي 4 شهور دابا إناد. قال لي راه جات إرسالية فيها، وأنا غادي أكد لك الإرسالية، قال لي جات فيها دايرين فيها لويت كات ميساج طايح بينك راك إناد، جيب 3 شهور 6 شهور، إلا ما جاتش غناخذ واحد الحقيقة بصوصية بومود بوست. اش درت لي انا لا غدات سعود حيت عارف النوايا مبيته، لا غدات سعود 4 جبت المفوض قضائي تبتني خدام. محضر معاينه السيد فريد حجيبي على الظاهر الشريف كذا كذا، نشهد نحن المفوض القضائي السيد خالد الزهر اننا انتقلنا بتاريخ 9/4/2020 صباحا الى العنوان اعلاه والمطلوب فيه الاجراء من اجل اثبات تواجد السيد حجي فريد ضابط امن هناك بعمله بناء على طلب منه، حيث وجدت المعني بالامر هناك مكتب المحفوظات بطاقته الوطنيه أمام اثنين من زملائه كانوا ساعتها متواجدين بنفس المكتب. هناك 9/4/2020 نهار 13/4 13/4 من بعد قال لي نهار 12/4 قال لي جيب لينا شهادة طبية ديال 3 شهور 6 شهور. داك الميساج كيجي يوميا وفي ما كان سيني في الصباح في الروجيستر كيمشيو يصيفطوا ميساج من كيدخل الميساج دونك باغي الفيديو هاد الموسم هو هاد الضابط الممتاز هاد العميد اللي ولا دابا هذا اللي صيفط لي العزل عميد ممتاز هذاك الضابط حيدو ملي كتبت به استمعوا لي انا داك الضابط استمعوا لي استمعوا الموظف الموظف يشهدوا ضدي وانا كنطلب من السيد حموشي من هذا المنبر هذا كنقول ليه يفتح تحقيق هذوك الناس اللي يشهدوا ضدي في المساعه الاداريه علاش شهدوا ضدك الا موظفه وحده اللي خرجت لعندي قالت لي اخي حجي كنشهد بالحق كنجي كل فاز اقسم لك بالله داري كله فاز كيقتل بالعرق بالطوموبيل عرفتي ما تنخلي سالي جديد لا علاش شهدوا ضدك؟ شهدوا ضدي بحيث الاخر نسيبو رئيس المصلحه الاداريه بين داك الشيء تنقول داك المحضر اللي شحال واحد شهد ضدك؟ ما عرفتش انا ولكن حنا بينا شي 10 ولا شحال في المصلحه الاداريه كلهم ضدك؟ شي وحده اللي قالت الحق الاخرين كيخافوا معاه كيخافوا منه كاين شهدوا مع داك العامل الممتاز على داك الضابط اللي كيشهد في الشهاده اش كيقولوا في الشهاده؟ ما فما ما وصلنيش انا الخبر غير قالت لي الاخرى انا شهدت بالحق وحده قالت لي انا شهدت بالحق حيت عيطتهم استمعوا لهم ملي قلت لها ديرها في الريجيستر راه داك العميل كيعطي مره في سيني جاوا هذوك اللجنه اللي تصنتونا في حي السلام جاوا لقاو داك الشيء تنقول كاين في الريجيستر انا ما تنكرش كاين لقاو داك الشيء الباصمات كلشي دابا الغريب في الامر نهار 12 قال لي هذا رئيس مصحة اداري عميد ممتاز قال لي جيب لنا شهاده طبيه ديال 3 شهور 6 شهور ديال لونغ ديوري هذه بناء على الميساج اللي طاح 8 قلت له ودي انا راني صحيح مشيت جبت لهم شهاده طبيه ها هي من التصبيطه من ها هي مع الطبيبه ديالي في لافيسان وديتها جبتها من لافيسان عشرت عليها ها هي ايوا شدها معاك جبتها نهار 10 نهار 13 ها هي عطاني مفوض قضائي رفض يشدها من عندي من ناحيه قانونيه خصو يشد من عندي الشهاده محضر ما بغاش يشد في التوسط شكون بغا يشد العميد العميد ممتاز علاش بغا يشدها قانونيا خصو يشدها عطيتها ليه شي 6 مرات قال باش يشدها علاش كيقول باش كيبر لك ما بغاش قال لك تيهضر في التليفون تاعي الاداره تيقول لي شي واحد مصاحب اداري في الاداره في مواد باش يجي ما تشدش من عنده حيت هو الطبيب الاول اللي يدير هذا الشيء هذا كله كيعرفوه وعندك يكون هذا الشيء كتقول راه خطير كيفاش ما يشدش من عندك قانونيا شد من عندك دابا انا باش ناكد لك باش شدها ولا ما شدهاش انا غادي ناكد لك دابا خالد الازهر انه بناء على طلب من السيد فريد حاجي رفض رئيس القسم الاداري حسب ذكره التوصل بها بعله ان الامر يجب ان يكون وفق مسطره اداريه خاصه بجهاز الامن الوطني شنو هي المسطره؟ ما عرفتش كملت شي مسطره اداريه نهار هادي نهار قلت لك انا هادي نهار هادي نهار 10 هادي نهار 13 4 13 13 ياك 13 يبقى عقل معايا 13 14 15 15 قلت ليه السي فلان هاكا هذاك العميد قلت ليه غنمشي نتغدى نهار 13 ما تغديتش 14 ما خرجتش نهار 15 قلت غادي نمشي نتغدى اقسم لك بالله وما لقانو هذا النهار هذا وهذه اللي بغيت نوصلها للسي حموشي اللي بغيتو يسمعها مزيان يسمعها مزيان ويستوعبها قلت لها نمشي نتغدى اش قال لي سير 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 اقسم لك بالله وما لقانا قال لي سير سير بهذه الطريقه هذه
علاش قال لك سير سير بهذه الطريقه؟ قال لي سير تغدى. انا دابا باش نعطيك الاحساس باش حسيت انا، حيت انا كنحس بنادم. قال لي سير تغدى جاتني غريبه. ملي مشيت للدار اقسم لكم بالله حليت باب الدار كنسمع لانترفون كيصوني. هزيت لانترفون شكون معايا؟ قال لي معاك الفاكتور. هبطت كان جاي الفاكتور وما قالوا الفاكتور عيطوا لي في الهاتف قال لي بحال يستفزوا راه كيتعصب. هو قال لي لقد قلت انا طلعت قال لي واش تبي هذاك قلت له طنط لي بشويه اللي متقصد عليا اي عادي اي واحد قلت له شويه طلعت ما قلتش لاكارت ناسيونال ابطيت الباسبور ديالي عطيته عطاني رساله عطاني هذه الرساله هذه ندير العزل اه هاي سير سير تغدى وصيفط لك العزل وقتها صيفطها لي الغريب في الامر هذه هو اللي خصك تعرفها صيفطها لي نهار 13 اللي عطيته الرساله ورفض صيفطها لي نهار 13 وصيفط لي 15 نفس اللي بغا شي خشات طبيه اييه باش رفض خرج هو صيفط لي العزل هو داك الدار غير يمشي له الشهاده الطبيه جاب لك العزل لا صيفطها لي خرج صيفطها لي ولكن هي 13 4 13 4 اييه ما عطاتش هذه عيط لهم في التليفون قال لي صيفط لي صيفط لي العزل هاي بتنابل كلشي انا كيقول لي استئناف العمل بادلاء بشوي وانا خدام عمرني ما منكت من نهار 3 جابي 2019 عمرني ما منكت وفي حاله عدم استجابتك انا من المولى البرقيه المرجعه برقيه اين برقيه اقرا عدم ادلائك بالشواهد الطبيه لمده 3 اشهر من طبيبك المعاسي يتم تطبيق المقتضيات الفصل 75 المكرر شوف 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 لا دابا لا بلا ما تفسر شنو هو احسن تفسير هو الحكم القضائي لا باش ناكد لا باش الجمهور ها عندك حكم سيدي هذا باسم جلاله الملك استنافيا شنو كتقول المحكمه حيث انه بعد اطلاع المحكمه على الوثائق المدلى بها الملف تبين لها ان الطاعن يعني انت سبق له ان تعرض الى حادثه اثناء مزاوله مهامه وكان يدلي بالشواهد الطبية التي تبرره حالته الصحية التي ما تعرض إليه أثناء مزاولته لمهامه وأن الإدارة كانت على علم يعني الإدارة العامة للأمن الوطني كانت على علم بوضعه الصحي ومن جهة ثانية فإن إدارة الأمن الإقليمي بسلا سبق أن اعتبرت الطاعن في حالة غياب غير مبرر عن العمل منذ 8 أبريل 2020 والتي على إثرها تم توجيه إنذار بالعودة إلى العمل تحت رقم كذا كذا الصادر الرئيس قسم إداري بالمنطقة هو الإنذار الذي توصل به الطاعن شخصيا وحيث أنه وفقا لمقتضيات الفصل 75 المكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمية فإذا صار ما أجل 7 أيام ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل وبالنظر إلى تاريخ التوصل بالإنذار الذي هو 15/4/2020 فإن أجل 7 أيام ينتهي ب 22/4/2020 وأن الطاعن خلال الأجل المحدد في الفصل أعلاه التحق بمقر عمله بتاريخ 9/4 وهي الواقعة الثابتة بمقتضى محضر معاينة مجردة المحرر بتاريخ 9/4/2020 فضلا أنه بتاريخ 13/4/2020 رفض رئيس المصلحة الإدارية منطقة الشرطة سلة الجديدة تسلم شهادة طبية حسب محضر إخباري برفض التوصل محرر من طرف السيد خالد زهر مفوض القضاء بالمحكمة الابتدائية بسلة مما تكون واقعة عدم استئناف العمل بعد الإنذار وهناك كانت المحكمة كان يقولوا القاضي وحيث أن تتطلب مسطرة خاصة في كما قال هو من بغاش يشدها يعني هذاك ها هو دابا المحكمة دار المحكمة أحكام القضاء عنوان الحقيقة ومحكمة استئناف المفوض القضائي والمحكمة الابتدائية مما تكون واقعة عدم استئناف العمل بعد الإنذار الموجه إلى الطاعن غير ثابتة والحال أن الإدارة كان عليها إخضاع المعني بالأمر إلى الفحص الطبي هذا هو القانون المضاد قصد اتخاذ المسطرة التأديبية مما يكون ما عدلت به المحكمة حكمها تعليلا صحيحا يعني ابتدائيا حكم دفائتك يعني المحكمة السينف تقول لك التعليل ذات ويستند على أساس من القانون ويكون القرار الإداري المطعون به مخالف للقانون الأساسي الوظيفة العمية وتكون بالتالي المحكمة فيها قضت باسم جلالة الملك وطبقا للقانون دابا لا هذه مهمة حيت واخا هي معروفة دابا هذا الحكم هذا باسم جلالة الملك باسمه وباسم القانون قضاء المغربي كيقول لك أنت ظلمت في ذلك العزل وغير الإشارات كاين واحد القضية اللي هي زوينة مشاو النقد هو الاداري ما كيوقفش النقد الاطلاق ما كيوقفش الاداري وقفوا لي في النقد ها هما طلبوا لي النقد وطلبوا لي في ديك الملكيه شنو كيقول لي يقول لي اعطينا ما يثبت بانك من نهار 15 هذه في المذكره ديال النقد ما بين نهار 15 من نهار باش تعزلتي من 15 باش سينيتي حتى لنهار 22 واش عندك شي وثيقه اللي كتثبت بانك كنتي في الخدمه كاين الكاميرا كاين روجيستر ديك التنسيق كان وقد كيكون روجيستر عندكم ديال الامضاء كنسينو حنا غير في وراق ياك ما كاين مشكل انا عطيتهم ما يثبت اكثر اكثر احدو اكثر شده ها هي نهار 17 هما قالوا في المذكره 15 انا عطيتهم نهار 17 شنو كنقول لهم
جا عندي مفوض قطر وعطاهم عطاهم شهاده ديال بوست دونتير. هاي هاي بوست دونتير ودفعت لهم المحضر ديال 2020 صافي. دابا نعطيك حكم المحكمه اش قالت صافي ودفعت لهم نهار 21 وتسلم هذاك النفس. انا غتسمح لي باش لان واحد دزت عليها انت قبيله وزاره الصحه وهذه خطر جدا باش الجمهور الكريم يعرف مع كامل الاسف والتقدير وزاره الصحه هذه ورقه معيبه فيها اهانه. هاد السيد شكل وزاره الصحه قال لهم انا راه ابتداء من 9 يوليوز ديال 2009 راه اللجنه جامعت وقالت لي رانا مريض وحادثه الشغل وبدات تحسب لي. وزاره الصحه جاوباته كتقول له فاتح غش 2011 وعطاه. دابا المصيبه من جاوباته شنو قالت وزاره الصحه؟ قالت وقد توصلنا من مديريه الموارد البشريه بجواب في الموضوع تخبرنا بموجبه بان المجلس الصحي تشبث برايه. حتى قمه زعما العبث. انا كنقول لك انت كتقول هذا كاس انا انت كتقول مثلا هذا مقلام انا كنقول هذا كاس. انت كتقول هذه مقلامه كيقول لك انا هذا كاس. وزاره الصحه كتقول لهم ويتشبث وزاره الصحه بان هذا راه مقلامه واياه تثبت ليا ما مشاوش كيناقشوا التناقضات بين التواريخ باش يقنعوا. قالوا على المجلس يتشبث على اهانه يتشبث برايه بكون الاعراض التي تعاني منها ناتجه عن مرض عقلي. وهذا المرض العقلي فوقاش بان وفي اي شروط وكيفاش تخدم 35 عام ولا علاقه لها بحادثه المصلحه التي تعرضت لها بسنه 2000 جوج هذه واحد كارثه بكل المقاييس. ان شاء الله يجزك بخير السي المداوي. هذه اللي بغيت نعطيك هذه ورقه هذه حطوها لي في المحكمه حطوها في المحكمه بالزور. هذه ورقه مزوره الزور هذه زور هذه كنطلب السي حموشي فتح تحقيق في هذه القضيه. زوير زوير هذه هذا كلام غليظ السي حاج. شنو مزور هنا؟ هذيك الوثيقه وهذه الوثيقه وهذه جداتهم لي المحاميه المحامي اللي كنطلبته ميدت الاستاذ هي تحكمت ليا فواحد التاريخ وما بغاش ينفذ ليا. علاش ما ينفذلكش؟ ما بغاش ينفذ ليا بقى داكشي عنده الى غايه ديسمبر. نهار ديسمبر عاد عطاني الدوسي ديالي مشيت عند النقيب عطاني الدوسي ديالي. لا شنو غينفذ لك ما فهمتش؟ ينفذ ليا حكم ابتدائي. شنو فيه؟ حكمت ليا في الصالح ديالي ما بغاش ينفذ ليا بقى مجرجرني. مي كنمشي عنده كيدير لي بحال شي كلب حشاك تيقول لي في البيرو جلس تما كناك كنبقى جالس. واحد النهار قال لي بقى تيخرجوا الناس مع الربعه وسد الباب وسير. اقسم لك بالله وما لا قانا. كيفاش؟ كيفاش؟ قال لي جلس تما كاينه في البيرو تما عنده في ديك الريسبسيون. قال لي بقى جالس تما حتى الخمسه. علاش؟ لا وكاين ميت واحد هذا تي واش كاين ميت ميت هذا الشيء؟ كاين شهود كاين كاميرا شنو كاين؟ الكاميرا راه عنده عنده جيت لعنده تنقول له عطيني الدوسي علاش واش نفذ ليا؟ واخا كمل لي صافي دوز هذه النقطه هذه. علاش واش نفذ ليا؟ علاش ما بغاش ينفذ ليا؟ علاش؟ ست شهور عنده الدوسي ديالي. من شهر خمسة حكمت ليا، حكمت ليا التاريخ باش حكمت ليا المحكمة، وعطاني الدوس ها هي، وقتاش حكمت ليا المحكمة الابتدائية؟ ها هي، هي بالإشارة، سي مداوي. ربما كاين صعوبة في التنفيذ. لا، أنا مشيت نفذت راسي. بقات ثاني عطاني قال لي بأن سلمنا الدوسي ديالي في أكتوبر، هو عطاني حتى 15 ديسمبر. وعندي ما يثبت. بقى عنده الدوسي. عندي أنا، عجبني قلت لي عطاني الدوسي ديالي ما بغاش، مشيت لعنده داك الشيء في نهار في 15 ديسمبر. تزوير، كيفاش تزوير؟ هاد الوثيقه هذه دفعوها هذه هاد الوثيقه حيت كيقول لي انا تريفوكيت نهار 8/4 هاي شنو هذه واش انا تريفوكيت شط الطبيعه 8/4 انا شط الطبيعه عليا نهار 1/5 انا خدام نهار عيد الشغل خدام حتى 4:30 خرجت هما عيطوا لي قال لي راه تشط الطبيعه عزلوك في عيد الشغل نهار عيد الشغل شط الطبيعه عليا نهار 1/5 بقيت حتى 1/5 ها هي وهنا رئيس الامن ديال سلاك يقول لك انا راه شط الطبيعه عليا نهار 8/4 يقدر يكون عشي خطا ماشي زوير يعني خطا اذا انا والله نقول لك نقدر نقول لك زوين نقدر نقول لك شنو انا ما بغيتش حيت انا تريفو كنت نهار 1/8 واخا نمشيو لواحد الشيء اخر نختم بهذه الحلقه بغينا نتقربوا منك شويه السي حاجي كي كتعيش بهذا 4100 في الشهر ما كتاخذهاش حق 80 درهم لا كناخذ 4100 درهم في مده شهرين والشهر الاخر كيعطيوني المهم مش نقول لك كاري لا عندي داري وديك 4000 كتاكل بها 4000 انا كانت عندي داري بان الدار للوالدين باش خلص الدار ديالي. كنت كتعيش معاك الوالدين؟ الوالدين ما قبل روح. لا الوالده توفات مسكين الله يوالي برحمة الله. الوالده فوكاش مات في هاد الظروف ديال هاد الازمه؟ مات في هاد الازمه زاد عليها الحال وبيعوني الدار للوالدين باش خلص الدار ديالي 9 المليون ها هي. ها. كلشي عندك موثق. ها هي باش بعنا الدار هاي. هاي باش بعنا الدار هاي. باش بعنا الدار وكلشي. هاي عندي الوثيقه باش كاع خلصت البنك وكلشي جايبه معايا وكلشي هات هاي باش خلص الدار 9 المليون قلت شي 50000 ريال وكيف كتعيش كيف كتاكل كيف كت
عندك وليدات؟ لا عايش بوحدي. غير بوحدك في الدار؟ عايش بوحدي. دابا بلاتي هذه الحادثه من 2002 وتعزلتي في 2020 يعني 20 عام وانت عايش هذا الموضوع في راسك. عايش هذا الموضوع ديما 20 عام وانت في الاداره ديالك. ما بغاوش يقادوا لي هذا الشيء ديالي ومن المفروض انا خصني نكون كوموندون دابا. لا انا كنطلب علاش ما تزوج وخا اسمح لي ما ندخلوش في هذا النقاش. واش زعما هذا المشكل هو اللي خلاك لا كنت مجوج طلقت وكنت ناوي ناخذ واحد السيده ما كتبش من وقع من وقع هذا الشيء هذا حيدوا لي المنضح. لا انا كنربطها زعما غير واش هذا المشكل اثر عليك حتى في استقرارك؟ اثر عليا نفسانيا واثر عليا في حياتي كلها لان كنشوف راسي انا تيقولوا لي انا شو الطبيعه عليا هذا رئيس المنطقه ديال السلاك يقول شو الطبيعه عليا نهار 8 نهار 8 4 كيبقى كنشط الطبيعه عليا وانا خدام حتى نهار 1 5 في عيد الشغل انا خدام وشطبوا عليا في عيد الشغل كاش غنقول. كي كتعيش بغي يومي اليومي ديالك كي كتعيش بعد العزل؟ واحد الانسان بوليسي كيفيق في الصباح الخدمه واحد حضر قياسك ما خدامش واش يمكن تقرر شنو كيدير في نهارك؟ انا اش نقول لك انا النهار اللي طردوني من الخدمه عندي الوالده مريضه مسكينه وكنمشي نطلع عليها ونجي كنبقى ساد عليها غير في الدار وكنبقى نرسم الرسم. الرسم صيفطتي لي في الواتساب شي كنتي صيفطتي لي هادشي ديالك؟ داكشي ديالي كرسم. جميل جدا. ومنين هاد غير بوحدك باش كنتي القائل ولا شي شكوى؟ داكشي بوحدي ماني مقريت لا في الاول ما قريت لا كنصب داكشي بوحدي. كدوز يومك في الرسم؟ كنبقى حتى لاربعة الصباح خمسة ديما. كاين شويه كاين خوت وكاين العائله؟ عندي خوتي ولكن عايش بوحدك دابا؟ بوحدي عايش بوحدي غير بوحدك خويا اختي. وما عندك حتى شي مدخول شي مورد حتى شي حاجه؟ عندي حتى مورد عندي ولا ما يمكنش كي كدير دابا كيعطيني واحد الصديق ديالي كنشكرهم هذا المنبر هذا كيعطيني ما بقاش لي دابا في المستوى كيعطيني كل شهر 20 صديق فريال. بوليسي؟ لا ماشي بوليسي صاحبك غير صديق ديالي كيعطيني 20 ريال وعندي واحد الصديق ديالي في المحافظه في المحافظه ديال الرباط كيجي مسكين كيتقدى ليا مره مره. مابقاش تقدر تخدم دابا؟ واحد السيد ساكن في الديار الاوروبيه حتى هو كيجي عندي كيعرف عليا وعندي شي ثلاثه شي اربعه الاصدقاء ما نكذبش عليك واحد السيده نيت موظفه كانت معايا هاد الناس بحال دابا كنحتاج شي حاجه ولا هادي كيعطيوني لدرجه مرضت ديك النهار وكان طاحت في داكشي ودارني داكشي ودازني صديق ديالي بالطوموبيل ديالي كنشكرهم هذا المره راه خرج تقاعد طابت مشيت تما كاين قلت لهم انا معزول مي قلت لهم معزول داكشي قال حنا معزولين ما كانش قلت لهم انا راه تم تشطيب عليا بالطريقه ديال المديريه من الموارد البشريه داروا لي هادشي هذا هكا هكا قلت لهم تما في السبيطار فعلا هضروا مع المفتش ديال الصحه تما كاين في السبيطار كنشكرهم هذا المنبر حيت مشيت لعندو فعلا قبل ما يوقع لي هادشي وقال لي هادشي راه داخل في حياتي هاد الشغل. سي فريد حجي كنشكرك والله يدير لك شي تاويل ديال الخير الله يطول الله يجعل الرساله ديالك توصل لذوي الضمائر الحيه في هذه البلاد. كنتمنى مؤلمة قصتك بكل ما تحمله الكلمة من معنى بوليسي راه ديال المغاربة كاملين وكنعرفوا الظروف الصعبة اللي كيخدموا فيها البوليس مساكن وفي الآخر تكون نهاية بهذه الطريقة المؤلمة. غنختم بواحد الكلمة سبق لي قلتها ما غنقصد حتى شي واحد حكم تجربتي المتواضعة في هذا المسار وفي هذا البلاد كثير من الصعاب ومن المصائب واجهت الدولة أصلها عاشي مسؤول في شي قنت خلق مشاكل للدوله كثير منهم كاين البعض اللي ما كيعرفش قيمه المسؤوليه كتكون انت كتواجه غير مسؤول فوقك رئيسك حتى واحد اللحظه كتلقى راسك كتواجه المؤسسه كلها شويه كيرجعوك ضد الدوله وكثير من الناس اللي دفعوهم طرفوا بعض الاخطاء الاداريه ولا بعض الناس مع كامل الاسف ولا ينتبه احد لهؤلاء كنتمنى ذوي المسؤولين وانا غنتوجه للسي عبد اللطيف الحموشي مناشدة ورجاء أن يولى ملف هذا المواطن بالعلم. أنت بوليسي يا سي عبد اللطيف دوزتي في حياتك كتعرف ما معنى بوليسي وكثيرا ما دافعت على البوليس وقلناها في مناسبات ماشي نلقي عليك ورودا واقع هذا السيد مؤلم بكل ما تحمله وهذا بوليسي كما كان الحال كان معك في القطاع حمل السلاح حمل الكسوة مؤلم يكون هذا واقع فقط ياخذها الحق ديالو غير الحق أسيدي ما عاد داكشي اللي ياخذه وأصلا كانت عندك مجموعة من المبادرات وكانت لنا الشجاعة قلناها بخصوص ما سمعنا من ذاك البوليس بخصوص ذاك الشيء اللي درتي للأطباء نتمناو هذا النداء من هذا الصحفي يلقى صدى عند الإدارة العامة للأمن الوطني لأن هذا الشيء كيجرحنا وكيجرح الناس بزاف بزاف كنشكركم خوتي المغاربة وإلى اللقاء.